ساعة لقلبك وساعة لربك وساعة لدنيتك. يعني ايه الكلام ده؟ الدنيا كلها ضغوط، شغل وتفكير والتزامات، حياة كلها مشاكل وضغط عصبي، ويا بندور على حاجة لسه ملقناهاش، يا بندور على حاجة ضاعت مننا. احنا موجودين هنا في الحياة في رحلة بحث طويلة بندور فيها على حاجات كتير: استقرار، شغل، أسرة، ود، أصحاب. كل دي ضغوط شايلينها فوق كتافنا وماشيين بيها، بس طول ما انت واخد الدنيا جد قوي كده والشغل طول الوقت، الدنيا هتقضي عليك حرفيا. مزاجك محتاج يريح حبتين، بالك محتاج يفصل شوية، انت نفسك محتاج تشد الفيش علشان تقدر تكمل. استراحة المحارب دي لازم تحصل كل فترة، ما تاخدش الدنيا على أعصابك طول الوقت. انت من حقك تروح تصيف، تنزل البحر، تفك عن نفسك شوية، محتاج تروح ملاهي، محتاج تتغدى برا، تروح سينما، محتاج تعمل الحاجة اللي بتحبها في وسط الطاحونة اللي احنا عايشين فيها علشان الضغط ما يولدش الانفجار. في ناس غرقانين في الشغل والضغوط وبينسوا يفكوا عن روحهم شوية. ومتقوليش بقى مش فاضي، مفيش حاجة اسمها مش فاضي، لازم روحك تتغذى، جسمك وروحك وعقلك وبدنك ليهم حق عليك علشان تقدر تكمل. المشاعر جزء رئيسي من تكوينك، من تكوين عقلك وانفعالاتك وتركيزك، ولازم مشاعرك تشوف حاجة تخليها تعمل إعادة ضبط مرة تانية. تشوف البحر مثلا، تشوف سما، تشوف خضرة، تضحك شوية وتتبسط بحاجة حتى لو بسيطة، زي إعادة ضبط المصنع كده اللي بتعمله للموبايل لما بيكون خلاص جاب آخره ومش قادر يكمل. لذلك تحية كبيرة من القلب لكل واحد قدر يسرق من الدنيا لحظة حلوة، لكل واحد اشترى السندوتش اللي بيحبه بآخر جنيهين في جيبه. تحية لكل واحد قعد في المكان اللي نفسه يقعد فيه رغم انه معهوش يكمل لآخر الشهر. تحية لكل واحد حب يفك على روحه شوية فدخل سينما متأخر، مشي تحت المطر، طلع رحلة مع أصحابه، خطف نفسه وعياله وراح اسكندرية شاف البحر رغم قلة الفلوس. تحية لكل واحد بيعرف يفرح الناس ولو بكلمة، لكل واحد بيقعد يحوش طول السنة علشان يجيب هدية للناس اللي بيحبهم. تحية لكل واحد بيبقى مبسوط وهو بيفطر على عربية الفول وهو بيشرب كوباية الشاي واللبن، لكل واحد بسيط مش معقدها وبيعرف يسرق من الدنيا لحظة حلوة حتى لو مفلس، حتى لو عنده ضغوط الدنيا. لكل واحد نجح إن يعمل لنفسه صندوق ذكريات يقدر يرجع له وقت ضيق، يفتكر منه الأيام الحلوة والذكريات الجميلة علشان يقدر يكمل. وأخيرا تحية لكل واحد عارف إن مشاعره وروحه ليهم حق عليه، وإن اللي بيحبهم ليهم حق عليه، وإن الدنيا الجري فيها محتاج لشوية راحة علشان نقدر نواصل ومنقعش في نص الطريق ويروح كل اللي عملناه على الأرض. حقيقي شكرا ليكم، شكرا إنكم موجودين في حياتنا، وشكرا إنكم فهمتوا الدنيا وفهمتوا الطريق محتاج لإيه علشان نواصل وإحنا مطمنين. تعالوا نسمع رسالة.